استاذ احمد يقول لك اذا الجيش الحشد الشعبي دخل ربما هو يقدر يطهر هذه المنطقه. اليوم شلون يعني نقيس قدرات قواتنا الامنيه اذا يتحدث عن حلول جذريه انه الحشد يقدر بس الجيش ما يقدر؟ لا بالعكس، هو تبقى قوه الدوله وعماد الدوله هو في جيشها. نعم. والجيش طبعا كل الامكانيات اللي تتاح في ضمن الموازنات الامنيه بالدرجه الاولى تضع من اجل دعم الجيش وبناء قدراته. الحشد الشعبي طبعا يعني قوه لديها الامكانيات الكافيه، لديها من التنظيم العسكري الكافي، لديها من الروح العقائديه حقيقه الفاعله، لكن الخشيه منين؟ الخشيه منين؟ الخشيه انه هذا الامر الخيار طبعا قاده الحشد الشعبي في مواقف سابقه وفي ايام سابقه عرضوا انه على القائد العام للقوات المسلحه ان يكون للحشد دور في مسك الامن في الطارمية، ولكن تقديرات القائد العام هي طبعا تبقى يعني القوات كامل قال لك الخاف لا تكون تصادم بين العشائر والحشد. يعني القائد العام منين يستنبط قراراته حقيقه؟ من الواقع الموجود، الواقع الموجود يقول لك خشيه انه لا يكون هناك تعاون، لا يكون هناك نفور من التعاون مع الحشد الشعبي، ان يكون هناك الموضوع يعني وكانما الحشد الشعبي احنا الحشد مؤسسه امنيه عراقيه بعد قاتلت وحررت مناطق، يعني انا عذرا للتوصيف ما اريد اوصف، مناطق سنيه حقيقه قدم الحشد دماء تلو الدماء في هذه المناطق. بس خلي احكي لك نقطه، ولكن نعم نقطه مهمه، يعني بالفعل الحشد قدم بطولات ودماء سالت وابناء الجنوب كان لهم صولات وجولات على الدواعش، لكن ايضا ما ننسى باقي قواتنا الامنيه من البيشمركه والشرطه الاتحاديه وقواتنا. اعتقد في اكثر من موقف عبرت انه لكن اتفهم كلام سياده النائب، سياده النائب يقول لك عندما عرض الامر سيد احمد على الوزير على رئيس الوزير القائد العام للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة كان عنده ربما رؤية أخرى، لم يتخذ قرار، فبقى الجيش هو الماسك الحاكم لهذه المنطقة. ممكن يعني ممكن أن هذه المنطقة تعزز، يعني مثلا ندعم المنطقة بأكثر طيران جيش، نعم. يعني ندعمها بأكثر من قوة لطيران الجيش، ممكن ندعمها بأكثر من قوة عسكرية أخرى، يعني القوات اليوم مؤسسة القوات الخاصة اليوم. لكن أريد أسأل نقطة مهمة جدا، يعني إذا نتحدث عن إمكانية الدواعش يعني بالنظارات الليلية وأيضا يعني وقناص حراري وعنده آليات، شلون ممكن نقدر هذه القوة لداعش بالقياس إلى جندينا وهو يفتقر إلى هذه النظارات الليلية وهذه القناصات أو الكاميرات الحرارية؟ مهما تكون هذه الجماعات الإرهابية، مهما تكون تمتلك من معدات من قدرات من تمويل، هي لا يمكن لها أن تكون بخط مقاومة أو ممانعة للقوات الأمنية إذا أرادت القوات الأمنية أن تجري عمليات، يعني عمليات نوعية. يعني اليوم الامكانيات العسكريه بالدبابات، اليوم الدواعش لا يمتلكون الدبابات، نعم. اليوم الدواعش لا يمتلكون ناقلات الاشخاص، اليوم الدواعش لا يمتلكون طائرات، نعم. الطائرات السمتيه ولا يمتلكون مقاومه طائرات، وبالتالي، نعم. هذه الجماعات هي شلون تتحرك باسلوب اضرب واهرب، باسلوب نسمى بحرب الشوارع. هذه الجماعات هي تظهر في مناطق وتختفي يعني بسرعه، اللي هي صح يعني تنفذ، لكن هي اليوم هي بالطارمية ما عندها سيطرة ترى على المنطقة، سيطرة عسكرية محكمة كما كانت في ايام يعني بال 2014 في الموصل، في صلاح الدين، في برمادي، ما عندها هاي السيطرة اليوم. هذه اليوم تمارس عملياتها كما وصفناها سابقا، اما القدرات مقارنة قدرات الدواعش لا يمكن قدراتها مع القوات العسكرية.